بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنستكمل الجزء الثاني من محاضره هايلايتس اون اي اف اللي هي الاي سي جايد لاينز 2020. النهارده هنفوكس اكتر على الاي اف ان سبيشال سيتويشنز، هو ده اللي هيكون تركيزنا النهارده لان ده الجزء اللي ما غطيناهوش محاضره المره اللي فاتت. المره اللي فاتت لو فاكرين احنا غطينا ديفينيشن اوف اتريال فيبريليشن، اتكلمنا عن الاتريال هاي ريت ابيسود والسب كلينيكال اي اف وايه فرقهم عن الكلينيكال اي اف وايه الفلو شارت اوف مانجمنت في الحاله ديت، اتكلمنا عن السكريننج فور اي اف، اتكلمنا عن نظريه الاي اف بروجريشن والاتريال كارديوميوباثي اللي كانت بتفيفر الريثم كنترول في اوقات كتير، اتكلمنا عن الفور اس اي اف سكيم، واتكلمنا عن الانتجريتد اي بي سي باث واي. النهارده هنتكلم عن الاي اف سيتويشنز ديت: هيمودايناميك انستابيليتي، كرونيك ارت ديزيز، اكيوت ستروك، انتركرينيال هيموريج، اكتف بليدنج، هارت فيلير، فالفولار هارت ديزيز، كونجنتال هارت ديزيز، سي كي دي، كرونيك ليفر ديزيز، بريجننسي اثليس، وبوست اوبرتيف اي اف. في حاجات من دول هيبقى فيها استفاضه شويه في الشرح، وفي حاجات هنمر عليها مرور سريع مع بس ذكر بعض الكونسبتس المهمه في المانجمنت للاي اف سيتويشن دي. هنبتدي اول حاجه بال AF with hemodynamic instability على اساس ان ده ال most critical situation. طبعا hemodynamic instability ما بنقصدش بيها بس زي ما قلنا المره اللي فاتت شوك، بنقصد بيها سينكوب، acute pulmonary edema، ongoing myocardial ischemia، symptomatic hypotension، وطبعا cardiogenic shock. وطبعا مش محتاجه كلام، electrical cardioversion اكيد هو هيكون class 1 لان هنا هيكون مهم جدا ان انا restore sinus rhythm. وطبعا زي ما قلنا ال AF اي نعم مش من ال common arrhythmias اللي تعمل hemodynamic instability او ما تعمل shock، ولكن في وجود structural heart disease وارد جدا ان الـ AF تعمل hemodynamic instability. فكلاس 1 ان انا اعمل emergency electrical cardioversion ده اكيد، ولكن الجايدلاينز ممكن تكون زودت ريكومنديشن بسيط للاميودرون ككلاس 2 بي، وطبعا ده حاجه ممكن ناس كتير تستغربها، ايه علاقه الاميودرون ب AF with hemodynamic instability ازاي؟ هو هنا هو مين لي ضايف الاميودرون فور ريت كنترول، لان مثلا العينين عندهم end stage heart failure او عينين الهيف بيف طول ما هو in sinus rhythm ممكن العيان كويس، لما بيدخل في rapid AF ده لوحده ممكن يمبير جدا الدايستوليك فيلينج بتاع الفنتركل لدرجه ان يدخل عين في هيموداينامك انستابيليتي. فساعتها لو انت هتدي اميدرون بتارجت ريت كنترول مش تارجت هارت فيرجن ممكن يحسن الى حد ما الدايستوليك فيلينج فالهيموداينامك انستابيليتي تمبروف، ولكن طبعا هو مفيش سترونج ايفيدنس عشان كده هي كلاس 2 بي، وبالتالي انا لا انصح بيها بصراحه، وانصح ان لو اي اف انا شايف ان هو السبب الوحيد للهيموداينامك انستابيليتي، ودي نقطه نحط تحتها كذا خط، لان انت ممكن تكون شايف رابيد اي اف بس مش هو سبب الشوك، زي يعني مثلا عنده هيماتيمسيس وهو كان نون اي اف عشان كده العيان دلوقتي رابيد اي اف، عيان سيبتك شوك ودخل في اي اف، ساعتها الكارديوفيرجن مش هو الحل، ولكن انا اكون اخدت هيستوري سريعه قدرت اعرف ان الاي اف هو السول كوز فور هيموداينامك انستابيليتي. ندخل في الجزء الانترستنج النهارده في المحاضره اللي هو اكيوت كورونري سيندروم، كرونيك كورونري سيندروم والبي سي اي في الاي اف. طبعا في مبادئ معينه احنا فاهمينها، فاهمين طبعا ان الدول انتي ثرومبوتيك ثيرابي اللي بيشمل اورال انتي كواجيليشن والبي 2 اي 12 انهبيتور طبعا بيكون اقل بكتير في البليدنج وبالذات الانتركرينال هيموراج عن التريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي اللي هو بيشمل اسبرين مع بي 2 اي 12 انهبيتور مع اورال انتي كواجيليشن، دايما بنفضل دايما في البي 2 اي 12 بنستخدم كلوبيدو جريل، البراسو جريل وتيكاجيلور ما بينفعش استخدمهم في التريبل ثيرابي، وفي بعض الاوقات ممكن استخدم في الدوال ثيرابي، ولكن ممنوعين منعا باتا في التريبل ثيرابي، والاورال انتي كواجيليشن بنفضل النوعك. طبعا طبعا دلوقتي بدات الجايد لاينز تختلف عن زمان في نقطه ان الافيدنس ممكن يقول دلوقتي ان بدل ما كنا بنقول تريبل ثيرابي من مده شهر او 3 شهور او ايفن 6 شهور، بداوا يتكلموا عن ان تريبل ثيرابي نكتفي بيه اقل من اسبوع، يعني ماكسيمم اسبوع، وممكن ان احنا نوقف بالذات لو الاسكيميك ريسك مش عالي قوي في بعض الاي اف بعد ما نكون حاله اكيد كورونري سيندروم او بعد ما بنعمل الكتريك بي سي اي في عيان كرونيك كورونري سيندروم، فبدا التريبل ثيرابي مدته تقل. طبعا ده راجع لاربعه ترايلز مشهورين جدا اعتقد ان كتير منكم بيسمعوا عنهم، اللي هم الريدوال ترايل، باينير اي اف ترايل، اوجستوس ترايل، انتراست ترايل. الاربعه ريسبكتيفلي ناقشوا الدبيجاتران، ريفروكسابان، ابيكسابان، ايدوكسابان عن طريق ان هم كانوا بيقارنوا الدول ثيرابي بالبي 2 اي 12 انهبيتور مع نوك فيرسس تريب ثيرابي مع الفي كي اي في عيانين الاي اف اللي هم بعد ريسنج اكيوت كورونري سيندروم او عملوا الكتيف بي سي اي. طبعا البرايمري سيفتي اند بوينت كان اللي هو البليدنج كان هو الاساسي، ولكن الترايلز دي كانت مينلي سيفتي ترايلز اكتر منها ترايل بتاسس الاسكيميك اوتكمز. طبعا انجح ترايل فيهم من وجهه نظري او انا شايف ان اكتر ترايل انا ممكن اكون اقتنع بنتائجها اكتر هي الاوجستوس ترايل. ليه الاوجستوس ترايل؟ لان الاوجستوس ترايل الديزاين بتاعها كان حاجه اسمها 2 باي 2 فاكتوريال ديزاين، ان بقيه الترايلز كانت بتقارن التريبل ثيرابي الكلاسيك اللي هو عباره عن اسبرين، كلوبيدوجريل وورفرين بالدول ثيرابي اللي هو عباره عن كلوبيدو جريل مع نواك، وطبعا كانت بتطلع النتائج طبعا لصالح الدوال ثيرابي، ولكن هو هنا
انا ما اقدرش اقول هل هو البليدنج ريسك كان اقل عشان ده دول والتاني تريبل، ولا عشان ده نواك وده وارفرين. فدي كانت المشكله، ان كانت المقارنه الى حد ما ممكن نقولها كده انها مش عادله. لكن الاوجستوس ترايل اعتمدت زي ما احنا شايفين في الصوره ديت انها بتقارن البلاسيبو فيرسس اسبرين والابيكسابان فيرسس في كي اي، عن طريق انها قسمت العيانين لعيانين ابيكسابان مع اسبرين، عيانين ابيكسابان مع بلاسيبو، نفس الكلام في الفي كي اي تمام. وطبعا الكل كان بيضاف لهم الكلوبيدوجريل. فبالتالي هي عملت مقارنه بنسميها 2 باي 2 فاكتوريال ديزاين، اللي هي قدرت تقارن وبينت ان في سيجنيفيكانت ريدكشن في البليدنج في حاله الابيكسابان فيرسس الفي كي اي وفي حاله البلاسيبو فيرسس الاسبرين. وبالتالي كانت فيفرنج ان انا لو استخدم انتي كواجليشن استخدم نواك، وكانت فيفرنج ان انا اشيل الاسبرين. طبعا في بعض الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها، ان في ريسك فاكتورز فور ثرومبوزز لازم نكون فاهمينها في العيان اللي هتخلينا فيفرينج اكتر للتريبل ثيرابي، زي الدايابيتس، زي براير اكيوت كورونري سيندروم، زي ريكارنت ام اي، زي المالتي فيسل، زي العيان البريماتور كورونري ديزيز اللي هو عند سن فوق الخمس اقل من 45 سنه، زي السي كي دي في حالات الالكتيف زي مثلا بعمل مالتي فيسل ستنتنج، ستنت لينس او الميتال جاكيت اكتر من 60 ملي، في حاله ان انا عملت ليفت مين ستنتنج بايفوركيشن سي تي او ذا لاست ريمينينج فيسل، هيستوري اوف سنس ثرومبوزس، سب اوبتيمال اكستنشن، كل دي حاجات تقول لي ان في هاي اسكيميك ريسك وبالتالي تفيفر اكتر ان انا اطول فتره التربل ثيرابي. وفي عندي بليدنج ريسك فاكتورز زي وجود هايبرتنشن، زي وجود اب نورمال رينر او ليفر فانكشن، زي الستروك، زي الانتراكرينال هيموريج هيستوري، زي الهيستوري بليدنج، زي اللابايل اي ان ار، زي الالدرلي، زي دراجز. وده طبعا بيفكرنا جدا البارامترز دي بالهاسبليت سكور. وبالتالي انا لازم اكون عندي استراتيجيز ان لو انا عيان اي اف واسكيميك، فبالتالي هركب له ستنت وهيحتاج يمشي على انتي بليت ثيرابي، لازم يكون عندي استراتيجيز عشان اقلل ريسك اوف بليدنج، زي ان انا بدل ما اعمل فيمورال اكسس اعمل ريديال اكسس، زي ان انا بروتون بامب انهبيتور اديها عشان اقلل الريسك اوف جي اي تي بليدنج، زي ان انا ما اديش انفراكشنيتد هيبرين لو البيشنت كان على وارفن والاي ان ار فوق ال 2.5، لكن لو اي ان ار اقل من 2.5 او على نواك لازم هدي طبعا هيبرين جوه القسطره، زي ان انا اعمل بري تريتمنت في حالات الاكيوت كورونري سيندروم النون اس تي باسبرين اونلي وما اديش بي تو اي 12 الا لو عرفت الكورونري اناتومي تمام. ده طبعا هنلاقي اللي قرا منكم الجايد لاينز بتاعت النون اس تي اكيوت كورونري سيندروم هتلاقي الجمله دي اتضافت، ان احنا اللودنج بالبي تو اي 12 انهبيتور نعمله في الاستيمي بس، ولكن في النون اس تي ما نعملوش غير لما تشوف الكورونري اناتومي هيستدعي ولا لا عشان ما ازودش بليدنج ريسك. ما استخدمش جلايكوبروتين تو بي 3 اي الا في البيل اوت اللي هو الداون ستريم، وطبعا ما بقاش حد فينا بيستخدم الاب ستريم اللي هو استخدم يعني ابتيفيبتايد او تيروفيبام قبل القسطره لمجرد بس ان انا متوقع هيثرومبوتيك ريسك، ما حدش بقى بيعمل كده. اقلل قد ما اقدر الديوريشن بتاعت الكومباين انتي ثرومبوتيك بالذات التريبل انتي ثرومبوتيك، الحاجات دي مهمه جدا في البراكتس. وطبعا لما برضو بنسال في الامتحانات من الحاجات المهمه ان انا ابقى فاهم الاستراتيجي اللي انا هعملها. طيب اختلف ايه بقى الكلام عن قبل كده؟ اولا خلينا نقول ان لو انا بعمل بي سي اي في عيان انتي كواجليتد ايه الحاجات اللي انا لازم اراعيها. معظم الاستاديز بينت ان البي سي اي على ان انتربتد في كي اي سيفر عن ان انا انتربت، لان انا لما انتربت بضطر ان انا ماشي عن على برينترال، مش دايما العيان بيكون كومبلاينت وبالتالي الريسك اوف ثرومبو امبوليزم بيكون اكتر، فبالتالي ان يدخل عيان ان انتربتد بس استخدم ريتيال اكسس بيكون افضل. لكن بالنسبه للنواك مازال في كونتروفيرسي على الموضوع ده، والمعظم بيدسكارج ان انا ادخل على انتربت النواك، وبيفضل ان انا اوقف النواك اتليست 24 ساعه قبل القسطره وبعدين ادي هيبرنج جوه القسطره لو انا هعمل بي سي اي. لو انا هحتاج اعمل بي سي اي ايرجنتلي زي في حاله الايمرجنسي انفيزيف اوف برايمري، بدي بارنترال انتي كواجليتد تمام، وبعمل تمبري ويزرول النواك اتليست زي ما قلنا اللي هي 24 ساعه، وبعد 24 ساعه ممكن بس طبعا ان انا as soon as possible احاول ان انا ابتديها، ولكن في الاستيمي طبعا انا هدي ريجاردلس الانتي كواجليشن. بالنسبه للثرومبوليسس، هل ينفع عيان انتي كواجليتد ياخد ثرومبوليسس لو هو استيمي؟ طبعا الثرومبوليسس عشان يتاخد بيبقى كونسيدر في عيان استيمي، وانا ما عنديش اوبشن ليه برايمري بي سي اي لو هي هيبقى فيها ديلي عشان انقل العيان لبرايمري بي سي اي سنتر. فالانيشال ستيب طبعا ان انا لازم اساس الانتي كواجليشن ستيتس عن طريق الاي ان ار فاينل في كي اي بي تي تي في دبيجاترين انتي فاكتور 10. طبعا مش كل التست دي بتبقى افيلبل، لكن الاي ان ار هو الموجود. وبقارن البليدنج ريسك ب وريسك اوف انتركين الهيموج بالبنفيت بتاعت الريسبتو كاينيز. لو لقيت ان البيشنت دوت هيكون الريسك اوف بليدنج عالي تمام، ساعتها انا افضل ان انا انقل العيان لبرايمري. لكن لو مفيش او ان الريسك اوف بليدنج العيان مفيش اكسس لبرايمري بي سي اي تمام، يبقى والعيان ما عندوش ايفيدنس اوف ثيرابيوتيك انتي كواجليشن افكت، يعني الاي ان ار اقل من 2 او اخر جرعه مش موجوده، او التست اللي عملته لانه ما كانش مبين ان هو انتي كواجليت، ساعتها انا ممكن ادي ثرومبوليسس. ولكن دايما البرايورتي ان انا لو العين انتي كواجليت وانا متاكد بالتست ان انا اريفير لبرايمري بي سي اي سنتر. بالتالي الجنرال ريكومنديشنز بتقول ايه؟
بتقول ان الاي اف بيشنتس اللي هم اليجيبل للنواك طبعا افضل ان انا استخدم النواك على في كي اي بالذات لو هدي انتي بليتلت. احنا اصلا من الاول قايلين ان في الستروك بريفنشن ان الاولويه للنواك على حساب الوارفرين، فاكيد هختار نواك. لو بيشنت هاي بليدنج ريسك وانا هستخدم نواك مع انتي بليتلت، انا ممكن ان انا انزل ريفروكسبان ل 15 ملي جرام بدل 20 ملي جرام، ونفس الكلام ينطبق على الدبيجاتران، وده كلاس 2A. يعني انت ممكن ان انت تعمل الكلام دوت. بعض الناس بتعمل الكلام ده في التريبل ثيرابي، ولكن في الدول ثيرابي بيفضل ان هو يرجع لي الفول دوز، ولكن الجايد لاينز بتحدد ان لو الهاسبليت سكور 3 او اكتر انا ممكن ان اعمل كده حتى في الدول ثيرابي، مش عايز يكون ده التريبل ثيرابي عشان اقلل الجرعه. والاي اف بيشنت اللي عندهم انديكيشن للفي كي اي او العين كانت افورد نواك، لازم قد ما اقدر اتاكد ان التي تي ار يكون اكتر من 70%، وهنا التارجت اي ان ار مش 2 ل 3، 2 ل 2.5. لغايه دلوقتي مفيش اختلاف جامد، ولكن هيجي الاختلاف فين؟ ان لو بيشنت اي اف وعنده اكيد كورنري سيندروم، دايما التريبل ثيرابي كان في الاول بنقول ان هو مثلا ممكن نقعد اتليست شهر ماشي، ولكن هنا بيقول ان لا، احنا في العادي طالما ان الاسكيميك ريسك مش عالي قوي عند العيان، ويعني والبليدنج ريسك ممكن يكون هو اللي اكتر من الاسكيميك ريسك، يبقى العيان ده بعمل ايرلي سيشن الاسبرين عن ماكسيمم اسبوع. يعني معنى كده ان انا لو مثلا العيان قاعد عندي 3 4 ايام، انا ممكن وانا اخرجه على روشتة عباره عن كلوبيدوجرال مع نواك، مش محتاج ان انا ادي اسبرين، بالذات زي ما قلنا لو الريسك اوف ستنت ثرومبوز از لو ماشي، وفي كونسرن على البليدنج ريسك. ده الاختلاف اللي السنه دي في الجايد لاينز. طب لو فرضنا ان الاسكيميك ريسك عالي، انا ممكن امد تريبل ثيرابي لغايه ماكسيمم شهر تريبل ثيرابي. طب وبعد كده اكمل ايه؟ بعد كده اكمل لمده 12 شهر على دول ثيرابي اللي هو عباره عن اورال انتي كواجليشن بريفيربلي نواك طبعا مع بي 2 اي 12 انهبيتور بريفيربلي كلوبيدو جريل. يعني ده عشان اكيد كورنري سيندروم هكمل سنه على الاثنين، وبعد السنه ما تخلص هكمل اورال انتي كواجليشن فقط. وطبعا الريسك اوف ستنت ثرومبوزس بيشمل الريسك اوف ثرومبوزس اوكيرينج او الريسك اوف ديث اللي ممكن يحصل من ستنت ثرومبوزس. وفي الكرونيك كورنري سيندروم معظم البروسيجر فاكتورز اللي بتزود الاسكيميك ريسك هي اللي ممكن تحدد التريبل ثيرابي كنت هتطوله. نفس الكلام ينطبق على الكرونيك كورنري سيندروم، ولكن الاختلاف هنا ان برضه نفس الكلام، لو البليدنج ريسك هو الاعلى هكتفي بالتريبل ثيرابي اسبوع، لو البليدنج ريسك اقل والاسكيميك ريسك هو العالي هقول التريبل ثيرابي لمده شهر، ولكن هنا لما هكمل دول ثيرابي هكمل دول ثيرابي لمده 6 شهور فقط، زي الالكتيف بي سي اي بالظبط لما ماشيين على كلوبيدوجريل لمده 6 شهور فقط مش لمده سنه. فده الاختلاف اللي في التريبل ثيرابي السنه دي عن الجايد لاينز، واعتقد الاختلاف ده هتلاحظوه برضه في الجايد لاينز بتاعت النون ستي اليفيشن اكيوت كرونري سيندروم. فبالتالي الدايجرام دوت من الدايجرامز اللي بتوضح فكره التريبل ثيرابي، وفكره ان التريبل ثيرابي دلوقتي مبقاش اللي هو ممتد لغايه 3 شهور و6 شهور والكلام ده، لا هو اقصى مده شهر في حاله الهاي اسكيميك ريسك، والافريج لو بينج ريسك هو الاعلى ان انا اكتفي بيه اسبوع، وان انا اوقف قبل اسبوع من تاريخ او من الانسر بتاعه الام اي. لو هدي وارفين طبعا التارجت 2-2.5 مش 2-3 زي ما احنا مودين، والافضل يكون واك. يبقى بالتالي الرولز اللي نخرج منها من الكلام ده ايه؟ ان التريبل ثيرابي ريكومندد فور ات ليست 1 ويك وماكسيمم 1 مانث. الدول ثيرابي باورال انتي كواجليشن وانتي بليتلت دراج بريفيربلي طبعا كلوبيدوجريل بيبقى ريكومندد لاول 12 شهر في حاله الاكيوت كورونري سيندروم، ولكن لمده 6 شهور فقط في حاله الكرونيك كورونري سيندروم. بعد سنه ما بتعدي والعيان ايفنت فري ما فيش اي مشاكل حصلت، انا ممكن اوقف الانتي بليتلت تماما وامشي على اورال انتي كواجليشن مونو ثيرابي فقط. الكلام ده اعتقد مش كلام جديد، ده كلام احنا عارفينه من قبل كده. براسوجريل وتيجريلور يفضل دايما ان احنا نبعد عنهم في التريبل ثيرابي وفي الدول انتي بليتلت ثيرابي، رغم ان الريدوال ترايل اللي كانت اشتغلت على الدبيجاتران 12% من العيانين كانوا باخدوا تيجريلور مع الدبيجاتران، ولكن معظم الترايلز الثانيه ما استخدمتش البراسوجريل او تيجريلور، فبالتالي افضل دايما في التريبل. وفي الدول ثيرابي استخدم تيكا جريل، سوري استخدم كلوبيدوجريل. البيشنت طبعا الريسك اوف جي اي تي بليدنج لازم استخدم بروتون بامب، ده ما فيهاش كلام. والبيشنت اللي هم تريتد وسكابج تريبل ثيرابي يفضل يكون افويدد في العيان ده، واكتفي بس بالدول ثيرابي، وطبعا افضل ان انا استخدم نواك. ننتقل دلوقتي لسيتويشن مهم جدا في الاي اف، وهو الاكيوت ستروك. طبعا الستروكس اللي بتحصل مع الاي اف للاسف بتبقى مور او الكلينيكال ريسك بتاعها اسوء من الاي اس ستروكس اللي بتحصل في اي باثولوجي تاني اذر ذان الاي اف، تبقى مور اوف انها تبقى فيتال ديسيبلينج، بتزيد الريسك اوف ايرلي ريكورنس، وبالتالي ممكن يعني يدخل في ريكارب اي اف اول 48 ساعه لغايه اول اسبوعين، تلاقي العيان دخل في ستروك مرتين او ثلاثه، وفي ريسك اوف هيموراجيك ترانسفورميشن في اول كام يوم للعيان دوت بعد الامبوليك ستروك. بالتالي الايرلي انتي كواجليشن بيبقى ريسكي جدا لان ممكن يعمل هيموراجيك ترانسفورميشن، وممنوع ان انا استخدم في اول 48 ساعه لا هيبرين ولا لوملك لا ريت هيبرين ولا في كي اي، لان طبعا
الريسك اوف هيموراجيك ترانسفورميشن بيبقى عالي جدا في العيانين دول. فللاسف الستروك اللي بتحصل في الاي اف من الستروكس اللي بتتميز للاسف بالبور بروجنوسيس. هل الستروك اللي في الاي اف ينفع اديها ثرومبوليسيس؟ الاليجيبل بيشنت اللي ياخدوا ثرومبوليسيس، انا هنا مش بتكلم عن ديوريشن، ديوريشن معروف ان هي اول 4 ساعات ونص، ولكن من ناحيه الاي اف ان العيان اي اف بس مش ماشي على انتي كوجلانت ثيرابي، العيان ماشي على وارفين بس الاي ان ار اقل من 1.7 او اخر جرعه نوخدها من اكتر من 48 ساعه، هو العيان مش كومبلاينت اسيومينج ان العيان عنده نورمال كيدني فانكشن. لو البيشنت طبعا سيستميكلي انتي كوجليتي ثرومبوليسيس المفروض ما عملوش، يعني هيبقى في ريسك اوف هيموراج، وهنا ممكن الجا للاندوفاسكولار تريتمنت راذر ذان ان ادي ثرومبوليسيس. تمام. وفي بعض الحالات في عينين بياخدوا الدوبيجيتران ممكن ان انا ادي ثرومبوليسيس بعد ما اعمل ريفرسال للاكشن بتاع الدوبيجيتران. طبعا كلنا فاكرين الدايجرام دوت، ده كان الدايجرام اللي موجود في الاي سي جايد لاينز الاي اف 2016 اللي كانت بتبين اهميه الان اي اتش اس سكور اللي هو ناشونال انستيتوت اوف ستروك سيفيرتي، واللي كانت اكوردنج للسيفيرتي ان كانت اقل من 8 من 8 15 او فوق 16 بنحدد ان كنا هنري انيشيت الاورال انتي كواجلانت بعد 3 ايام 6 ايام او 12 ايام ريسبكتيفلي، وكانت في فاكتورز بتفيفر ايرلي انيشيشن وفاكتورز بتفيفر ديليد انيشيشن. الكلام المره دي في الجايد لاينز ما حطتش اي جدول او اي ريكومنديشنز لامتى نبدا، وضحت ان ترايلز كثيره بينت ان ما زال في كونتروفيرسي عن الموضوع ده، وان لو ان الانفاركت سايز والستروك سيفيرتي بيستخدم اي نعم في جايد لاينز التايمينج، ولكن حتى الان في كونتروفيرسي وليميتيشن على الايفيدنس ان فعلا هو دي ارقام السوليد اللي لازم نستخدمها. وبالتالي الاور انتي كواجليشن القاعده ان هو المفروض نستديه as soon as possible from the logical point of view اللي هو في الاغلب في اول اسبوعين، ولكن ده لازم يكون decision بتاع multi disciplinary team. ولكن optimal timing للاسف دي من الحاجات اللي لسه ما زال فيها gap of evidence في الـ AF guidelines. يبقى هنلاحظ ان السنه دي الـ AF guidelines ما جابتش سيره الجدول اللي احنا شفناه قبل كده اللي كانت بتحدد تايم معين امتى تبدا according للسكور. لا، الموضوع مش سهل، الموضوع بيحتاج تفكير، بيحتاج decision، بيحتاج multi disciplinary team عشان نحدد امتى هنري initiate. طب بالنسبه لـ optimization or anticoagulation، يعني عين دلوقتي مشي جاله ستروك وهو كان على الاور انتي كواجليشن، طب انا عايز امنع حدوث ريكورنت اتري فيبريليشن. طبعا البيشنت اللي جاله اور انتي كواجليشن ديسبايت جاله ستروك ديسبايت اور انتي كواجليشن لازم اوبتمايز ثيرابي على هيئه ان لو العيان ده على في كي اي احاول اوبتمايز التي تي ار يكون اكتر من 70% عن طريق مور فريكوينت تشيك للاي ان ارز او اسويتش للنواك اذا كان امكن. العيان اللي هو اوريدي على النواك لازم انشور ابروبريت دوزنج وود ادرنس للتريتمنت، واحنا شفنا الجدول دوت في المحاضره اللي فاتت وفهمنا الفول دوز ايه وامتى نقلل الجرعه، لان للاسف بعض الفيزيشنز ممكن يقلل جرعه النواك لمجرد كونسيرن على سن العيان، يعني هو مثلا بدل ما يدي ريفاروكسبان 20 ملي جرام اداله 15 لمجرد ان سنه كبير. طب هو مفيش حاجه ريكومنديشن بتقول ان احنا نقلل الجرعه عشان سنه كبير لو كرياتين كينس فوق ال 50، اداله ده بيجترام 110 عشان هو سنه مثلا 70 سنه. طب هو العيان بالجايد لاينز يقول لو فوق ال 80 نقلل ل 110، فده السب اوبتيمال دوزنج ممكن يؤدي ان العيان يجي له ستروك بسبب ان انا ما اديلوش الابروبريت دوز. عشان كده الجدول ده مهم جدا نكون عارفينه ونبقى كلنا حافظين امتى نقلل الجرعه. طبعا مشكله الكابتوجينيك ستروك اعتقد من المشاكل اللي بينا بنشوفها في البراكتس كتير، سواء في اليونج ايج في الميدل ايج او في الاولد ايج. وطبعا حتى الان مفيش ايفيدنس على ان انا المفروض استخدم روتين اورال انتي كواجليشن في عيان كلو اكيد ستروك وما عندوش تيولوجي لمجرد ان انا شايف ان احتمال تكون اف. ولكن بعض السب جروبس زي السن اللي فوق 75 سنه سي كي دي الليفت اتر انلارجمنت دول ممكن يستفيدوا من انتي كواجليشن على اساس ان هم ممكن هم يكونوا عندهم اتر فيبريليشن تكون هي اللي سببت بس هي مش ديتكتد لان هم ريسك ان يجي لهم اف. ولكن حتى الان العيانين دول محتاجين داتا اكتر عشان نقدر نقول ان العيانين دول ياخدوا انتي كواجليشن ولا لا. في سكور مهم بنسميه تشيست سكور. تشيست سكور عباره عن ايه؟ سي ستاندنج فور كورونري ارتري ديزيز و ستاندنج فور سي او بي دي اللي هو لو اي واحده من دول موجوده بديله نقطه، اتش فور هايبرتنشن، اي فور ايردري، اس فور سيستوليك هارت فيلير، و تي فور ثايرويد ديزيز. تمام. السكور دوت طبعا لما بيكون عالي ده بيخليني اقول ان العيان ده هاي ريسك ان هو يكون يجيله اي اف او يكون عنده اي اف ومش ديتكتد. فبالتالي العيان ده لو عنده ستروك والتشيست سكور بتاعه عالي ده بيخليني افكر ان في احتمال للاي اف. طب انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ هستفيد عشان في سكريننج وده اللي اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت ان لو بيشنت اكيوت ستروك او تي اي اي وما عندوش دوكيومنتيشن انا فيفورت ان انا اعمل شورت تيرم اي سي جي مونيتورنج على الاقل 24 ساعه وكونتينوس مونيتورنج بعد كده لمده 72 ساعه. وهدلاقوا اعتقد ان في البرايفت بدا الموضوع دوت يبقى براكتس ان اي عيان يجي ستروك لازم يعمل زي ما بيعمل اي سي جي بيعمل ايكو لازم يعمل هولتر اي سي جي 24 ساعه وممكن كمان يطلب هولتر اي سي جي 72 ساعه. ده بقى كلام جايد لاينز دلوقتي مش مجرد بريفرنس لدكاتره النيورولوجي، لا ده كلام ان هو بيحاول يديتكت لان هو من غير ديتكشن الاتري فيبريليشن مجرد هيمشي على انتي بليتد، لكن لو ديتكتد اي اف اللي عنده هيمشي على انتي كواجليشن.
ديفيجن. وطبعا سيلكتد ستروك بيشنت اللي ما عندهمش انيشالي او بريفيسلي نون اي اف، اديشنال مونيتورنج مهم، لونج تيرم نون انفيزيف او انسرتبل مونيتور ممكن استخدمه لو انا الاساليب الاولانيه فشلت ان تو ديتكت اي اف. يبقى خلي بالنا مش كل عيانين الستروك هيستفيدوا من اي سي جي مونيتورنج، ولكن مين اللي هيستفيد؟ العيانين اللي انا شايفهم ات ريسك اوف اي اف زي الاولد ايج، زي الكارديوفاسكولار فاكتورز، زي اللي عندهم كوموربيديتيز، زي اللي عندهم ليفت اتريال انلارجمنت، او اللي عندهم هاي تشيست كور، او العيان ان النيورولوجيكال كرايتيريا في الايمجنج بتقول انها احتمال كبير الستروك دي تكون امبوليك، ساعتها هستفيد من الموضوع ده. وده يجرنا لنقطه ان الهولتر يا جماعه احد اساليب اللي بنشخص بيها كلينيكال اي اف. لما كان الناس بتسالني بتقول لي هو لما بنقول اي سي جي دايجنوزد لاكتر من 30 ثانيه ابسس اوف ديسرنبل بي ويف، هل لازم تقول بليد اي سي جي؟ لا، الهولتر ممكن يشخص لان هو سنجل ليد ستريب، وهو مكتوب في الجايد لاين سنجل اي سي جي ستريب، وده موجود في الهولتر. هولتر بشوف ثلاثه شانلز، ثلاثه اي سي جي ستريبس بشوفهم قدامي. فلو الهولتر مش هينفع يستخدم في الكونفرميشن بتاع الاي اف، طب هنا انا بستخدمه ليه في عينين ستروك لو انا في الاخر مش هقدر اكونفيرم؟ لا، فالكلينيكال اي اف بتبقى كونفيرمد ب 12 ليد اي سي جي وبرده بالهولتر اي سي جي. وبالتالي في حته اللونج تيرم سكند ستروك بريفنشن حتى الان مفيش ايفيدنس ان الاديشن اوف اسبرين اور انتيكواجليشن او ان انا ازود الاي ان ار هيحسن الاوتكم. عشان كنا دايما نسال زمان نقول ايه، طب لو عيان ابروبريتلي انتيكواجليتد وجاله ستروك برضه نعمل ايه؟ نحط اسبرين ولا نزود الاي ان ار مثلا ل 3.5 او 4؟ حتى الان مفيش ايفيدنس للكلام ده. ممكن بعض الناس تعمل كده كاوف ليبل براكتس، ولكن ملوش ايفيدنس حتى الان. ممكن يكون محتاج ترايلز اكتر عشان تتعمل. طبعا كومبيرد بالفي كي اي طبعا النواك احسن بكتير في السكند ستروك بريفنشن، دي حاجه مش محتاجه كلام، واقل في الريسك اوف بليدنج والريسك اوف انترا كرينيال هيموريدج. فطبعا البريفرنس ده من النواك، وده قلناه المره اللي فاتت وقلنا مراتي برضه. والجود ادهرنس طبعا والكومبلاينس الاورنتي كوجليشن ده اكتر حاجه بتفرق في السكندري ستروك بريفنشن. حاجه من الحاجات بس اللي حبيت اقولها لكم عشان لو قريتوها ما تستغربوش، في كده زي سربرايز في الجايد لاينز ان بعض الايفيدنس بدا يظهر على ان ممكن مش دايما الاي اف اللي تعمل ستروك، في بعض الاوقات الستروك ممكن اللي تنديوس اي اف عن طريق انيوجينيك ميكانيزم. لو حصل دامج للانسولا، الانسولا دي بتبقى مكان موجود في البرين، ده ممكن يزود الريسك ان يحصل زي مع السيمباثيتك امبالانس او نيورولوجيكال امبالانس اللي بيحصل للاوتونوميك نيرفس سيستم انرفيشن الهارت، ده ممكن يزود حدوث اي اف تبقى ديتكتد افتر ستروك. ولقوا ان العينين دول حتى لما بيلاقوا ريسك اوف ستروك فيهم بيبقى الريسك اوف ريكرنس اقل، لان في الاغلب الاي اف مش هي سبب الستروك، الستروك هي سبب الاي اف. ولكن طبعا انا مش بقول المعلومه دي عشان خاطر حد يقول بعد كده ان لو لقى عيان ستروك وبعد كده شاف ان اس جي اي اف نقول ايه، ما احتمال تكون الستروك عملت الاي اف ما يمشيش على تشاس باسك. انا ما قلتش كده، انا كنت بقوله بس عشان لو حد قرا المعلومه دي ما يستغربهاش. في بعض الترايلز والايفيدنس بتتكلم عن كده، لكن ما زال عندي ستروك مع اي اف، العيان ده بالنسبه لي هو indicated for oral anticoagulation for secondary prevention of recurrent stroke. طب تعالوا نتكلم عن الانتراكرينيال هيموريدج، اكبر مشكله ممكن تحصل في عيان اي اف. طبعا برضو فاكرين الجدول دوت، وفاكرين الفاكتورز اللي كانت بتفيفر ويز هولدنج والفاكتورز بتفيفر ري انيشيشن، وفاكرين قصه ان احنا بنستنى من 4 ل 8 اسابيع. طبعا زي اخوها اختها الستروك، الديسيجن عشان ابدا ريستارت محتاج مالتي ديسيبلينري تيم، مش مجرد ان انا دكتور كارديولوجي او دكتور نيورولوجي وخلاص، لا، الموضوع ديسيجن ومحتاجين نحدد ان كان هينفع نبدا ولا ده هيكون فيه خطوره على العيان. وطبعا مفيش كلام ان عيان اي اف وجاله انتركرينيال هيموريدج عشان هو انتي كواجليتد وكان ماشي على في كي اي زي اغلبيه البيشنتس بتوعنا، لازم نقول له ان احنا نشفت على نواك ونيفر بوسيبل، لان طبعا الريسك اوف ستروك بيكون اقل بنسبه 50%. الاوتكم نفسه هو هو، ولكن كانسيدنس اقل بكتير مع النواك. عشان كده لو عيان سرفايفد من انتركرينيال هيموريدج لازم انصحه ان احنا نشفت ليه نواك. امتى بقى نبتدي؟ برضو الاوبتيمال تايمينج از انون زيها زي الستروك، ولو انا طبعا ان في الاغلب ما بنطلعش قبل 4 اسابيع، لكن طبعا في كلام هنلاقي في الفلو شارت بيقول من اسبوعين ل 4 اسابيع، ولكن المده قلت عن قبل كده. كان زمان بيقول لك 4 8 اسابيع في الجايد لاينز بتاعه 2016، دلوقتي بيقولوا من اسبوعين ل 4 اسابيع. الاي اف بيشنت طبعا ات فيري هاي ريسك اوف ريكارنت انتركرينيال هيموريدج، لان ساعات الموضوع بيبقى ستروك وحصل فيه هيموريدج ترانسفورميشن، في ساعتها بعض الحالات ممكن بنقترح فكره الليفت اتريال اوكلوجن ديفايس، ليفت اتريال افندج طبعا على اساس ان دي هتخليني استغنى عن الانتي كواجليشن. ولكن زي ما احنا عارفين من المحاضره اللي فاتت، حتى الان ما زالت الليفت اتريال افندج اوكلوجن كلاس 2 بي مش كلاس 1، فعشان كده مش ويل ستادد، فحتى الان ما نقدرش ننصح بيها العيان بقلب جامد، لان ما زالت برضه ما فيش سترونج ايفيدنس على البنفيت بتاعتها.
بالتالي فكره ان انا امتى اريستارت اور انتيكواجليشن لازم اشوف الريسك فاكتورز فور ريكرنت انتيكيال هيموريج واشوف مين فيهم موديفايبل ريسك فاكتورز. وهنلاقي هنا على الناحيه الشمال هنلاقي في حاجات موديفايبل زي الهايبرتنشن زي الديسليبيديميا زي الالكوهوليك كونسومشن زي السموكينج الانتي بليتليت ميديكيشنز اللي ماشي عليها الحاجات دي كلها مهمه. وبعد كده بشوف الريسك والبنفيت اوف اور انتيكواجليشن انستتيوشن. وطبعا ده بيعتمد على مالتي ديسيبليناري تيم مش دكتور لوحده. وعلى اساس كده بقدر احدد ان كنت هبدأ ولا لا على حسب الريسك versus benefit. طبعا لو هبدا انتي كواجليشن كلاس 2 اي هيكون within 2 to 4 weeks after intracranial hemorrhage. او ان الحل الثاني ان انا اقول في absolute contraindication بسبب الانتركرانيال هيموريج كان life threatening ومش هقدر ازود دي والا ممكن يزود ريسك اوف كونايزيشن. فبالتالي دي احد الابسولوت contraindication اللي ممكن تكون موجوده للانتي كواجليشن في الاي اف. او ان اقترح left atrial occlusion device ولكن طبعا يعني ده حتى الان كلاس 2 بي لو انا شايف ان في ابسولوت كونترا انديكيشن. بس انا ما عنديش حل لان انا لو شايف ان الانتي كواجيشن مستحيل في العيان ده يبقى هضطر الجا له ولكن برضه هيبقى عندي احتمال ان ممكن يحصل ريكرنت ستروك. فده بالنسبه للري انيشيشن. يبقى هنا ممكن نلخص الجايد لاينز بتاعه الستروك للعيان دوت ان لو بيشنت اي اف وجاله سكيمك ستروك او تي اي اي اللونج تيرم سكندري بريفنشن يوزنج اورال انتي كواجليشن مهم ويكون كلاس 1 اف ذير از نو ستريكت كونترا انديكيشن. وطبعا البريفرنس لي ان واك. وطبعا ممنوع في اول 48 ساعه من الستروك اللي بتحصل فيه اف بيشنت ان هو ياخد انفراكشنيتد لو موليكولار ويت او في كي اي. وعيانين الانتراكرينال هيموريدج طبعا البريفرنس بيكون للنواك على حساب الفي كي اي. وعرفنا ان الديوريشن في الاغلب بتكون within 2 to 4 weeks. نتكلم بقى عن قصه تانية اللي هي قصه الاكتيف بليدنج. عيان اي اف ماشي على اورال انتي كواجليشن ودخل في بليدنج اعمل ايه؟ طبعا الموضوع سهل. بيشنت اكتيف بليدنج بكمبرس بليدنج سايد بشوف الهيموداينامكس بتاعه العيان واشوف هو ماشي على انتي كواجليشن ايه وعلى حسب البليدنج اعتبره مايلد مودريت او سيفير او حاجه لايف ثريتنج بحدد. لو حاجه مايلد بليدنج انا مجرد بديلي الجرعه سواء الفي كي اي او النواك. يعني مثلا هديلي الفي كي اي لغايه الاي ان ار هو تحت الاثنين او النواك ممكن اديلي النواك مثلا افوت جرعه او افوت يوم بحاله. لو مودريت او سيفير ببتدي اضيف فلويدز بلاد ترانسفيوجن اعالج السبب بتاع البليدنج. لو هي ريسنتلي انجستد وزي مثلا 2 اورز ممكن افكر ان انا ادي شاركول. لو العيان ده ماشي على وارفرين يبقى انا ممكن ادي فيتامين كي اي في هيساعد انه ريفرس. لو لايف ثريتنينج لازم هبتدي اعتمد على الانتي دوتس في الحاله ديت ودي هنيجي سيرتها دلوقتي. يبقى مهم جدا الانتربشن للاور انتي كواجليشن احاول ان انا اشوف السبب واضيف الانتي دوت في حاله اللايف ثريتنينج بليدنج. سؤال بس الاول هل في رول للدياليسس في حالات الاور انتي كواجليشن؟ الدبيج ترين ممكن اللي يستفيد من الدياليسس لان الدبيج ترين هو موستلي ديبندنت على رينال اليمينيشن راذر ذان هيباتيك اليمينيشن عكس الريفروكسبان بيعتمد اكتر على الليفر. فالدياليسس ممكن يكون افكتيف في تقليل الدبيج ترين كونسنتريشن في حاله الانتي كواجليشن. طبعا بنراجع سريعا الانتي دوتس اللي احنا عارفينها. الايداروسيزوماب اللي هو البراكس بوينت تريد نيم ده عباره عن مونوكلونال انتي بودي اجينست الدبيج ترين فانا بستخدمه تو ريفرس الايفكت بتاع الدبيج ترين. الاندكسنت الفا او الاسم التريد نيم بتاعه اندكسا هو عباره عن ريكومبتنت فيرجن من الهيومن فاكتور 10 يعني بنعتبره حاجه بنسميها ديكوي ريسبتور اللي هو لما بيتحقن في الجسم بيمسك فيه الريفروكسبان او الابيكسابان اللي هم فاكتور 10 انهبيتورز. فبالتالي هو بيمنع الدواء ده انه يمسك في الريال فاكتور 10 الموجود في جسم العيان. فهو كانه بيعمل كده نوع من الكومبيتيتيف انهبيشن دي بنسميها ديكوي ريسبتور. فعشان كده بيريفرس الايفكت بتاع الريفروكسبان والابيكسابان مش ايفيدنس حتى الان في الايدوكسابان فعشان كده بنعتبره بس ايفيدنس في الدوائين دول. البروسومبيك كومبلكس كونسنتريت هو احسن انتي دوت استخدمه في الوارفرين. اي نعم مش دايما افيلبل فبنعتمد على الفيتامين كي او الفريش فروزن بلازما ولكن احسن انتي دوت للوارفرين هو البروسومبيك كومبلكس كونسنتريت. في دواء تاني اللي هو سيرا بارانتانج ده بيبقى انفستيجيشن سيستم دراج لسه بيبقى ويل ستاديد عشان خاطر يحاولوا ان هم يشوفوا ان كان ينفع في الدريجترين والهيبرين ولا لا. نيجي بعد كده للاي اف مع الهارت فيلير. هنا احنا هنتكلم على كونسبت مش هنقول ريكومنديشن صريحه لان المانجمنت هيكون هو واحد. طبعا الاي اف والهارت فيلير هما فيشس سايكل ده بيؤدي لده وده بيؤدي لده. الاي اف طبعا ممكن يبروموت هارت فيلير وعرفنا ان الاي اف ممكن يعمل تاكي كارديو انديوس كارديوميوباثي والهارت فيلير كمان بيزود الريسك اوف ليفت اتريال انلارجمنت وبالتالي ليفت اتريال بريشر بيزيد وده بيزود الريسك اوف اي اف فالاثنين فيشس سايكل. طبعا الاوبتيمال هارت تارجت حتى الان مش كلير. ممكن نكتفي باللينيال كنترول لو العين اتحسن نقول خلاص ولكن في الهارت فيلير اغلبيتهم زي عينين الذات الاسكيميك وعينين الهاف بيف بنفضل ننزل الهارت ريت تحت ال 80 فبنعتمد اكتر على الستريكت كنترول رغم ان مفيش ريكومنديشن صريحه لكده بس في معظم الحالات في البراكتس هلجا للستريكت كنترول في عينين الهارت فيلير. طبعا كتير من عينين الهارت فيلير لو فشلت في الريت كنترول بالذات ان انا مثلا لو ضغط العين ما بيسمحش ان انا اعرف جرعات البيتا بلوكرز وطبعا ما اقدرش ادي كالسيوم شانل بلوكرز في عين زي ده واللانوكسين برضو مثلا بخاف منه من ريسك اوف توكسيسيتي ساعتها ممكن الجا ليه
التكنيك بتاع البيسنج والايفي نودال ابليشن عشان اكنترول الفنتريكولار ريت بحيث ان احول العيان لبيس ميكر ديبندنت وامنع التاكيكارديا اللي بتحصل عنه. وطبعا الريذم كنترول استراتيجي طبعا احسن بكتير من الري كنترول في الحالات اللي زي ديت. الاي اف ابليشن طبعا في الهارت فيلير من الحاجات المهمه اللي هي كانت زمان دايما بتورينا انها بتبقى ليها سيمتوماتيك بنفيت وليها بنفيت على الاكسرسايز كاباسيتي والكواليتي اوف لايف، ولكن طبعا كلنا عارفين الكاسل اي اف ترايل اللي بينت ان في ريدكشن في المورتاليتي والهوستلايزيشن لحالات الاي اف مع الهارت فيلير، وده كان بيفيفر الكاستر ابليشن في عيانين الهارت فيلير. طبعا البنفيت بتاعت بيتا بلوكرز رغم انها كان دايما معروف ان الفيرست تشويس للري كنترول في عيان هارت فيلر هو بيتا بلوكر، ولكن بدات فكره البنفيت بالذات المورتاليتي بنفيت تبقى عليها كونتروفيرسي او كويستشن مارك في بعض الستديز، ولكن حتى الان عشان ما حدش يتلخبط ما زال هو نمبر 1 ريت كنترول البيتا بلوكرز في الهارت فيلر. ننتقل للفالفولر هارت ديزيز. بالنسبه للفالفولر هارت ديزيز كلنا فاهمين وعارفين ان الريسك اوف ثرومبوامبوليزم اعلى بكتير في البيشنتس اللي عندهم ميتر ستينوزس او ميكانيكال فالفز مقارنه بالبيشنتس اللي ما عندهمش الفالفولر ده، وطبعا ده نتيجه اللونجر ديوريشن ونتيجه السيفير انكريس في ليفت اترا بريشر والفايبروزز والريمودلنج اللي بيزود الريسك اوف اترا ديسفانكشن او اترا كارديومايوباثي، وبالتالي الريسك اوف ثرومبوامبوليزم بيكون اعلى. طبعا البيشنت اللي عندهم مودريت او سيفير ميتر ستينوزس او ميكانيكال فالف دول لازم انتي كواجليشن بوارفين في كي اي، ما ينفعش معاهم حتى الان نوك. حتى الان مفيش ايفيدنس ان النوك تنفع في الحاله دي، ودي احد الجابس اوف ايفيدنس اللي كانت بتحاول تقول هل النوك ينفع ولا لا، ولكن حتى الان مفيش اناف ترايلز عشان نقدر نقول حاجه زي دي. فاحنا ما زلنا ملتزمين بالكلام اللي قبل كده ان المودريت تو سيفير ميتر ستينوزس والميكانيكال فالف لازم انتي كواجليشن، ما بحطوش على شاتس سكور وما ينفعلوش نوك. ولكن حتى الان برضو احنا ما زلنا ملتزمين ان الاذر فالفولار هارت ديزيز زي الاورتيك ستينوزس ريجورتيشن ميتر ريجورتيشن بايبروسيسس الفالف ريبير ممكن ياخد نواك عادي and it should not modify the choice of oral anticoagulation. فبالتالي ما يجيش حد يقول لي عشان ده عنده ميتر ريجورتيشن فلا بلاش نديله نواك، ما فيش ايفيدنس بيقول كده. فاحنا زي ما احنا في الفالفولار اي اف، ورغم ان طبعا كلمه فالفولار اي اف احنا اعتبرناها ابندنت تمام، برضو في الفالفولار هارت ديزيز طالما اقدر استخدمه النوك هتكون احسن وهتكون اقل في الريت اوف سكيميك ستروك زي الترايلز اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح اللي هي ريلاي اي اف ترايل وروكت اي اف ترايل والارستوتل ترايل والحاجات دي كلها بينت الريسك اوف ستروك اعلى والنيجو بينج احسن مقارنه بالوارفين. حاجه كمان الجابس اوف ايفيدنس طبعا زي ما قلنا على النوك في الاي اف بيشنت روماتيك في الاول واول 3 شهور بعد السيرجيكال ترانس كاثر امبلانتيشن دي من الحاجات اللي لسه ملحوظه، وبالتالي احنا حتى الان ما نقدرش نستخدم النوك في الميتر ستينوزس. فبالتالي حتى الان الجايد لاينز السنه دي قالت ان النوك كونترا انديكيتيف في البيشنت اللي عندهم بروستاتيك فالف والبيشنت اللي عندهم مودريت تو سيفير ميتر ستينوزس، والتشويس فيهم هيكون للفي كي اي. نيجي للاي اف ويز كونجنتال هارت ديزيز. طبعا البيشنت اللي عنده اف او عنده فلاتر او عنده انترا اترا ري انترا تاكيكارديا يعني هو من الاترا تاكيكارديا الاورال انتي كواجليشن از ريكومند ريجاردلس سكور في حالات معينه، لو هو انترا كاردياك ريبير، لو هو ساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز، لو عامل فونتان بالييشن او سيستميك رايت فنتريكل. يبقى في حالات معينه من الكونجنتال هارت ديزيز انا مش هحطه على سكور، ده العين ده انديكيتد على طول فور اورال انتي كواجليشن زي فكره الهوكم كده فاكرين مع الاي اف. الاذر كونجنتال هارت ديزيز هنعمل ريسك ستراتيفيكيشن عادي بالشاتس باسكو سكور عشان نحدد ان كان ياخده ولا لا، ولكن الاربع حالات دول لازم ياخده. فنلاقي ان الكلام ده موجود بشكل صريح انها كلاس 2 اي ان العينين دول ياخدوا اورال انتي كواجليشن. نخلي بالنا ان البيشنت اللي هيحتاجوا يقفلوا اي اس دي وعندهم هيستوري اوف سيمتوماتيك لازم اترا اريزميا لازم يعملوا اترا ابليشن ات ذا تايم اوف سيرجري، لان خلي بالكم ان انت لما هتقفل هيبقى الموضوع صعب بعد كده تعمل ترانسيبتال بانكشر، فات ذا تايم اوف سيرجري لازم اعمل ابليشن. عشان كده المهم العينين دول نتاكد ان كان في عندهم هيستوري اوف اترا تاكي اريزميا سواء اي اف فلاتر او اترا تاكي كارديا. ونفس الكلام ينطبق على الكوكس من السيرجري كمثال للسيرجيكال ابليشن في حاله ان عين عنده اي اف وداخل يعمل ريبير لكونجنتال هارت ديزيز لازم الاثنين يتعملوا في نفس الوقت. نفس الكلام برضو بالنسبه للاي اف ابليشن في الاتريا اريزميا وكونجنتال هارت ديزيز ممكن يتعمل في كالسيرن سنتر لانها من الحاجات الصعبه وينطبق عليه نفس القواعد بتاعه الانتي كواجليشن اللي هو عشان خاطر اكارديفيرت لازم اعمل تي اي او انتي كواجليشن 3 اسابيع. نيجي للسي كي دي. السي كي دي يا جماعه مشكلتين، المشكله الاولانيه ان السي كي دي اصلا هو برو اريزميك وبرو هيموراجيك كونديشن ويعتبر لوحده ريسك فاكتور للبروجريشن بتاع الاي اف وبيعتبر برضه ريسك فاكتور للثرومبو امبوليزم. يعني وجود سي كي دي مع اي اف بيزود المورتاليتي، رينال فانكشن بتتريت اكتر في عيني الاي اف لان رينال بيرفيوجن بيبقى افكتد بالتاكي اريزميا اللي بتبقى موجوده، وجود وورسنينج كرياتين كليرنس يعني الكيدني عماله تتدهور ده اندبندنت بريدكتور لحدوث ثرومبو امبوليزم. فالسي كي دي اصلا من الحاجات اللي بتورسن البروجريشن
البروجنوزس بتاع عيان الاتريال فيبريليشن. ولكن مش هي دي بس المشكله، المشكله كمان ان الموضوع ده بيأثر على جرعات الميديكيشن. معظم الريك كنترول ترايلز اللي قارنت او اشتغلت على الاورال على النواك فيرسس الوارفين كانت بتستخدم كات اوف بوينت كرياتين كيس اقل من 50 عشان تقلل جرعه النواك، وده اللي هنلاقيه في معظم الكلام اللي قلناه ان احنا بنبدا نقلل جرعات النواك من كرياتين كيس تحت ال 50. ولكن تحت ال 30 معظم الترايلز كانت بتاكسكلود العينين دول، عشان كده الداتا على العينين دول مش كتيره قوي. وتحت ال 15 طبعا اللي هو اند ستيج رينال ديزيز حتى الان البنفيت از مور اند مور ليميتد، يعني دول بقى استحاله ومش هتلاقي ايفيدنس قوي عليهم. يعني اللي هو لو 30 نقول العينين دول قليلين، يبقى تحت ال 15 يكادوا يكونوا منعدمين من الترايلز. بالتالي حتى الان في اوروبا ممنوع منعا باتا يدوا نواك في عيان كرياتين كيس تحت ال 15 او على دايلسيس. في امريكا بيسمحوا بالابيكسابان، ولكن اوروبا لا، هو وارفرين فقط. تمام. طبعا بدات ترايلز تحاول تاسس النواك versus الـ VKA finding الـ indecision disease، ولكن حتى الآن في lack of evidence. أحد الترايلز المشهورة اللي هي renal AF trial، دي كترايل بتقارن الأبيكسابان versus warfarin في عينين الـ AF في العلى dialysis، ولكن وقفت بدري بسبب أن كان في inconclusive data على الـ relative stroke bleeding rates. فحتى الآن VKA هو الـ oral anticoagulation choice في عين AF و indecision disease. فلو في مصر مثلا عين end stage وعايز ياخد anticoagulation، يفضل ان انت تبعد عن النواك تماما حتى الابيكسابان، رغم ان هو في امريكا مسموح بيه، ولكن هنطبق القاعده ان تحت ال 30 الريجاترين ممنوع، تحت ال 15 الثلاثه التانيين في النواك ممنوع. الاهرا جايد لاينز طبعا قلنا اللي هي كانت في 2018 وضحت الرسمه ديت، ودي اللي كانت بتستريس على فكره ان الريجاترين تحت ال 30 ممنوع، وتحت ال 15 الريفا والايدوكسابان والابيكسابان ممنوعين، وكانت بتبين دوز ادجستمنت توجذر مع الجدول ده من الحاجات اللي لازم تبقى في دماغنا. طب الكرونيك ليفر ديزيز هل بيأثر ولا لا؟ هنا احنا هنا هنتكلم عن الميديكيشن مينلي. تمام. طبعا عارفين ان حتى الان الاستاديز معظمها بينت ان العينين الاي اف اللي عندهم مثلا كرونيك ليفر ديزيز ليفر سيروزس مفيش انكريز ريت اوف بليدنج في النواك كومبيرد ويز وارفين. يعني لو هياخد انتي كواجليشن مش هتفرق نواك على في كي اي، مش هيزيد الريسك اوف بليدنج، وبالتالي البيشنتس دول اللي عندهم ليفر ديزيز يقدروا ياخدوا نواك. مفيش حاجه تقول ان ليفر ديزيز بصفه عامه كده ممنوع ان هو ياخد نواك، ولكن نخلي بالنا ان في حاله تشايلد سي ممنوع ادي نواك، وفي حاله تشايلد بي الريفروكسابان كمان ممنوع. يعني تشايلد سي الاربعه نواك ممنوعين، في التشايلد بي المعادي نواك مسموحين ما عدا الريفروكسابان، لان الريفروكسابان اكتر واحد فيهم ديبندنت على الهيباتيك اليمينيشن. طبعا عارفين ان النواك بتزود الريسك اوف جي اي تي بليدنج، فعشان كده دي اكتر عيب للنواك. عشان كده في بعض الاوقات البيشنتس اللي بياخدوا ابيكسابان او دابيجاتران بنقلل الجرعه، ولكن طبعا اقلهم في الريسك اوف جي اي تي بليدنج هو الابيكسابان. وطبعا ما حدش يقول يا جماعه ده كرونيك ليفر ديزيز في ريسك اوف بليدنج يلا نوقف، لا، لان الريسك اوف سكيميك ستروك ممكن يكون اكتر بكتير من الريسك اوف بليدنج في عيان الكرونيك ليفر ديزيز. يبقى احنا هنا فهمنا الكونترا انديكيشن للنواك في حاله الكرونيك ليفر ديزيز وفي حاله ال سي كي دي. نيجي الكاتيجوري مهمه جدا ما كانش ينفع نفوت محاضره القدم لما نتكلم عنهم، بريجننسي. طبعا الاي اف هو يعتبر يعني ان لم يكن هو الموست كومن اريزميا في البريجنسي، هو وان اوف ذا موست فريكوينت اريزميا في البريجنسي. بالذات في مين؟ بالذات في الكاردياك بيشنت، واحده اصلا دخلت تولد وهي عندها بروستاتيك فالف وهي روماتيك وهي عندها كونجنتال هارت ديزيز، اكيد كومن تكون عندها اتريال فيبريليشن. او واحده مثلا حامل في سن كبير شويه ممكن تكون ريسك اوف اي اف عندها عالي. فبالتالي ده بيأثر على الماتيرنال فيتال مورتاليتي، ان الرابيد اتريال ريت ممكن يبقى ليه سيريس هيموداينامك كونسيكونسز على المذر وعلى الفيتس. والبريجنسي لوحده اصلا هو هايبر كواجلاب ستيت، فالريسك اوف ثرومبوليزم اثناء الحمل هيكون زايد. بالتالي العيانه دي شود بي انتي كواجليتد اكوردنج طبعا للتايب. لو هي مثلا مودريت او سيفير مايتر سيروز اوبر ساتك هيكون بوارفرين. طبعا بين افويد الوارفرين في الفيرست ترايمستر بالذات لو جرعه فوق ال 5 ملي جرام، وقبل الولاده باسبوع على الاقل لازم نوقفه عشان خاطر ما يعديش للبيبي ويحصل ريسك اوف انترا كرينيال هيموريدج. ولكن عيانه بريجننت اي اف شي شود بي انتي كواجليتد اكوردنج للتشاس فاسك سكور، لان طبعا الريسك اوف ستروك هيكون عالي جدا اثناء البريجنسي. ومعظم الفيميلز اللي هتلاقي عندهم اي اف ديورينج بريجنسي معظمهم هيكون عندهم ستراكشر هارد ديزيز يستدعي انتي كواجليشن من غير تشاس فاسك سكور، زي مودريت او سيفير مايتر ستينوزس، زي الهوكم، زي البروستاتيك فالف، زي الكونجنتال هارد ديزيز من الانواع اللي قلنا عليها. طبعا ممنوع منعا باتا نستخدم نواك في البريجنسي، نواك ممنوع وحتى ما فيش ستاديز اثبتت السيفتي، فهو في كي اي فقط. وطبعا فاجينال ديليفري عارفين ان هو معظم العيانين it is contraindicated ان نعمل فاجينال ديليفري لو هي ما وقفتش الفي كي اي بسبب الريسك اوف فيتال انتراكرينيال هيموريدج.
طبعا المانجمنت في البريجنسي بيعتمد على فكره ان انا اميديت الكتريكال كارديوفيرجن في حاله هيمودايناميك انستابيليتي ما فيهاش كلام. لو بريجننت وومن وعندها هايبرتروفيك كارديوميوباثي كارديوفيرجن طبعا اللي هو ريذم كنترول مهم جدا يعتبر كلاس 2 ايه. المديكيشنز اللي ممكن استخدمها عادي في الحمل مثلا في الاكيوت مانجمنت الايبيوتولايد والفليكينايد انا ممكن استخدمهم في الاي بي ترمينيشن لو مش عايز ادي دي سي شوك تمام ممكن ان انا استخدمهم وممكن استخدمهم كمان في الهيمودايناميكلي في الهيموداينامكلي ستيبل اتريال فيبريليشن الابيوترايد او الفليكي نايت. الانتي كواجليشن مهم جدا للعيانين دول ان انا استخدم لهم في كي اي. بيتا بلوكرز ذات سيلكتد بيتا بلوكرز زي الميتوبرولول وبيسوبرولول انا اقدر استخدمها بشكل سيف جدا فور ريت كنترول في الاي اف. الفليكي نايت بروبافينون السوتالول ممكن استخدمهم في الحمل وممكن استخدمهم كريذم كنترول عشان امنع الاي اف ريكارنس اثناء الحمل. فمحدش يقول ممنوع عندي ريتمونور ممنوع عندي بيتا كور لا ممكن يستخدمهم في الحمل. ديجوكسين وفرابامل برضه ممكن استخدمه فور تارجت ريت كنترول يعني التلاتة اللي فوق اللي هما فليكينايل بروبافينون سيتالول فور تارجت اوف ريذم كنترول ولكن ديجوكسين وفرابامل فور تارجت اوف ريت كنترول وممكن استخدمهم في الهيجنسي من غير مشاكل. ولكن تذكر الريذم كنترول هو اللي ليه الاولويه دايما في البريجنسي رغم انها ما اتقالتش بشكل صريح في الجدول ولكن في الفول تكست هتلاقيها مكتوبه ان الريذم كنترول ستراتيجي شود بي كونسيدر ذا بريفير ستراتيجي وده اللي قلناه امبارح فكرة ان الـ AF progression والـ AF cardiomyopathy خلي اقول ان دايما التارجت ان انا عايز restore sinus rhythm ملاش الجملة يا جماعة ان هو الـ rhythm control هي just for symptomatic improvement او symptomatic benefit رغم انها جملة مش غلط بس نفضل ملتزمين بيها بشكل 100% من غير ما نفهم ان وجود العيان في atrial fibrillation بيقلل فرص نجاح الكارديوفيرجن او فرص نجاح الاي اف ابليشن عامه البيت. وطبعا ما فيش رول خالص لاي اف كاتيتر ابليشن في عينه بريجننت لان ده مش ايرجنسي خالص احنا ممكن نكوي مثلا انسيسن اتريال تاكيكارديا مش بتستجيب للميديكيشن ولكن الاي اف هعتمد على الميديكيشنز حتى لو هو بيرزيستنت اي اف اثناء الحمل. بالنسبه للاثليتس فكره الاثليتس في ايه؟ طبعا الاثليتس عندهم ريسك اوف اي اف 5 تايمز من العيانين النون اثليتس او سيدنتري انديفيدوالز رغم ان السيدنتري لايف ستايل من ريسك فاكتورز فور اي اف بس انا لو بتكلم على البروفيشنال اثليتس انا مش بتكلم على اللي بيلعب رياضه مثلا زي ان هو بيمشي كل يوم نص ساعه او بيسوق عجله مثلا كل يوم ساعه لا انا بتكلم اللي بيلعب رياضات بروفيشنال دول بيبقى الريسك عندهم اعلى بالذات في الميلز بالذات مع الميدل ايج بالذات مع الاندورنس سبورت اللي مثلا فيها زي ايزومتريك اكسرسايز الحاجات اللي فيها جري المسافات طويله الحاجات اللي مثلا فيها سباحه المسافات طويله او سواق عجل الترايسلون اللي هو السباق الثلاثي كل دي بيبقى الريسك فيها عالي مش بتكلم على الرياضه العاديه. فبالتالي نقطة الرياضة البروفيشنال اثليتس بيعندهم ريسك اوف اي اف عالي ولكن المانجمنت اوف اي اف فيهم هو بنفس ريكومنديشن نفس الفور اس سكيم نفس الاي بي سي انتجريتد مانجمنت نفس الكلام بالنسبة للريسك اوف ستروك بالنسبة للسيمبتوم سيفيريتي والبردن الحاجات دي كلها هنطبقها هي حاجة كمان نخلي بالنا ان العيانين دول بيحتاجوا انتي كواجليشن فما ينفعش يلعبوا رياضات فيها دايركت كونتاكت يبقى يخلي ان في ريسك ان يحصل بليدنج يعني ما ينفعش مثلا واحد بياخد انتي كواجليشن بيروح يلعب تايكوندو او بيلعب جودو او مثلا بيلعب جمباز فممكن يقع من على جهاز يحصل له تروما او بيلعب ملاكمه الحاجات اللي هيبقى فيها ريسك بليدنج عالي لازم ان انا اتجنبها فدي نقطه مهمه عشان خاطر ما يبقاش في ريسك اوف بليدنج او هيماتومز. طبعا الاثليتس بيكون عندهم هاي فيجل تون فيكون عندهم ساينس براديكارديا او بوزس ده بيصعب استخدام الري كنترول عشان كده في الاغلب بنلجا للكارديو فيرجن. ممكن يستخدموا بيلينز بوكيتس زي الفليكينايد ان هو ياخد مثلا اورستين من الفليكينايد او ياخد اربع تقراص من الريتينول لما يجيله اتريال فيبريليشن ولكن لازم ان هو افويد يوقف الرياضه لغايه ما يخلص الفليكينايد ويعدي تو هاف لايفز من الدراجز عشان خاطر حتى التريجر بتاع الاتريال فيبريليشن يقل. الاي اف ابليشن طبعا بتكون الحل الافضل في الاثليتس عشان تقلل من اعتماده او احتياجه للميديكيشنز بالذات مع ممارسته للرياضه. فالجايد لاينز طبعا بتقول ان it is recommended to counsel professional athletes in the long lasting intense sport ممكن تبروموت الاي اف وبالتالي بننصحهم بالمودريت او الريجولر ايروبيك اكسرسايز اللي هي مش هتزود الانسنس في اف بالعكس هي هتساعد. فهنا يعني الخلاصه ان الاكستريمز وحشه سواء سيدنتري لايف ستايل هتبقى ريسكو في اي اف وريسكو طبعا لكل امراض تانية كتير وطبعا يعني هي هتبقى ريسكو هايبرتنشن ديسليبيديميا دايابيتس الكلام ده كله اوبيزيتي الحاجات دي كلها هتريسك تبروموت الاتري فيبريليشن وبرده الانتنس اكسرسايز سيئه. البوستوبريتيف اف من المشاكل اللي بنشوفها كتير ونوت ان كومن ان احنا نشوفها. طبعا انت المفروض التارجت انك بتمنع البوستوبريتيف اي اف عن طريق ان احنا بنحسن الهيمودايناميكس بتاعت العيان عن طريق ان من اي كوركت اي الكترولايت امبالانس عن طريق ان في بعض العيانين مثلا بيقول لك لو هو ماشي على بيتا بلوكر بكمل له مش شرط تدي له بيتا بلوكر مخصوص ولكن لو هو ماشي على ميديكيشنز اصلا اوريدي كونتينيو وما وقفهاش قبل العمليه عشان ما ازودش ريسك اوف
atrial fibrillation. مفيش indication ان انا احط statins مخصوص او calcium blocker مخصوص او digoxin مخصوص، لا حتى الان مفيش كده. وبوست اوبرتيف بحسن الفلويد بالانس، الاوكسجينيشن، الانالجيسكس، امينيمايز الانيوتروبس عشان خاطر الانيوتروبس زي الدوبيتامين والليفوفيت طبعا لو اتحطت بعد عمليه بتزود الريسك اوف اتريال فيبريليشن زي بعد الاوبن هارت، فدي نحاول قد ما نقدر نمينيمايز الحالات اللي زي ديت. طيب لو انا عندي بوست اوبرتيف اي اف هتعامل بنفس المنطق، لو فيه هيمودايناميك انستابيليتي لازم كارديوفيرجن، لو ما فيش اهم حاجه افكر في الانتي كواجليشن عشان الريسك اوف ثرومبو امبولايزيشن. وبعدين بالنسبه للسيمتومز لو العيان ريكونترول فيزيبل وعمل كنترول للسيمتومز خلاص اوكي يبقى مفيش مشكله نكمل بيه الريت كنترول زي ما احنا. لو ان الريت كنترول هيبقى صعب والعيان ستيل سيمتوماتيك هلجا للريذم كنترول، ونصيحه هنلجا للريذم كنترول في اغلب الحالات لان اكيد لو عيان دخل في اي اف وهو بعد العمليه اكيد هيبقى تارجت ان انا اريستور ساينس ريزم مش ان انا اسيبه. انا ممكن بس في اول 12 ساعه اقول او 24 ساعه اقول ان العيان هيريزولف سبونتينسلي هعمل اللي هو الواتش ويت اند سي، ولكن اذروايز لازم اكارديو فيرت وما استناش فوق 48 ساعه عشان ما اضطرش ان انا اعمل بعد كده تي اي او انتي كواجليشن 3 اسابيع. وريت كنترول طبعا هيكون التارجت هارت ريت اللي احنا متعودين عليه في اللينينت ريت كنترول. ما انساش ان العيان ده طالما دخل في اتريال فيبريليشن عندي هيبقى فيه ريسك اوف ريكارنت ستروك، وبالتالي لازم العيان ده يمشي على اور انتي كواجليشن. محدش يقول لا يا جماعه دي بوست اوبرتيف اف مش مستاهله تشارلز فاسك سكور، لا لازم برضو تشارلز فاسك سكور. فبالتالي مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان البيري اوبرتيف اميدارون والبيتا بلوكر ثيرابي مهمين في البريفنشن اوف بوست اوبرتيف اي اف افتر كاردياك سيرجري، تمام. مهم اللونج تيرم اورال انتي كواجليشن في البيشنت اللي جاله بوست اوبرتيف اي اف افتر كاردياك سيرجري عشان خاطر البينفيت اوف بريفنشن اوف ستروك. لونج تيرم اورال انتي كواجليشن ثيرابي عشان امنع ثرومبو امبوليزم ممكن يبقى كونسيدر في البيشنت اللي عندهم ريسك اوف ستروك ويز بوست اوبرتيف اي اف افتر كاردياك سيرجري. لكن هو هنا مديها كلاس 2 بي على اساس ان بعد الكارديك سيرجري ده حاجه بتبقى متوقعه، ولكن هو حتى الان ريكومنديشنز ان بوست اوبرتيف اف بيتحط على تشارلز سكور عادي والعيان ده لازم ياخد انتي كواجليشن لو السكور بتاعه عالي او هو ات ريسك اوف ستروك. مفيش حاجه اسمها ان انا ادي بيتا بلوكرز روتين لمجرد ان انا بمنع البوست اوبرتيف اي اف. لو العيان ماشي عليها اوكي هو عشان كارديك، لكن لو داخل نون كارديك سيرجري مفيش حاجه اسمها ان العيان ده ات ريسك اوف اف. طب ايه رايكم ماشي على بيتا بلوكر؟ حتى الان مفيش ايفيدنس للبنفيت من البراكتس ده. طيب تعالوا بقى نرجع سريعا كده في نهايه الكلام اللي قلناه، الكي مسج اللي طلعنا بيها من الجايد لاينز بتاعت الاي اف. هما الجايد لاينز كانت ملخصاهم ل 20 كي مسج. مثلا اول حاجه بناكد عليها الدايجنوز اوف اي اف لازم ات ليست 30 سكند عن طريق 12 ليد اي سي جي او سنجل ستريب. فكره الاستراكشر كاركترايزيشن اللي هو بيعتمد على الفور اس سكيم، ستروك ريسك، سيمبتوم سيفيرتي، سيفيرتي اوف بيردن، اي اف سبستريت مهم جدا عشان اعرف ابيرسونلايز التريتمنت بتاعي على حسب العيان. استخدامي للطرق الجديده في السكريننج والديتكشن بتاعت الاي اف زي المايكرو امبلانتس، زي الاي سي جي مونيتورنج، زي السمارت فونز، زي السمارت ووتش من الحاجات المهمه اللي ساعدت في انها تزود الديتكشن بتاع الاي اف. فكره الانتجريتد مانجمنت مهم جدا جدا جدا، فكره المالتي ديسيبلينري تيم، فكره الاي بي سي مانجمنت اللي قلناها من الحاجات المهمه. لازم البيشنت يبقى فاهم ويبقى فيه نقاش معاه قد ما نقدر فكره الديسيجن ميكنج، ولازم يبقى فيه حاجه اسمها كولكشن للبي ار اوز اللي هو البيشنت ريليتد اوت كمز، والكلام ده قلناه في اول محاضره. الاي بي سي باس واي مهم جدا جدا وسهل علينا حاجات كتير، اي فور انتي كواجليشن، بي فور بيتر سيمتوم كنترول، سي فور كوركشن اوف كارديوفاسكولار فاكتورز. فكره الستراكشرد كلينيكال ريسك سكور بيز اسسمنت للريسك اوف ثرومبو امبوليزم عن طريق تشارلز فاسك سكور لازم تتعمل عشان نشوف مين اللو ريسك اوف ستروك اللي مش محتاج انتي كواجليشن ومين اللي محتاج، ودي اول خطوه في الاي بي سي سكيم. البيشنت الاي اف عندهم ريسك فاكتور ستروك لازم اورال انتي كواجليشن ويفضل نواك ان بريفرنس للفي كي اي. مهم ان انا احسب الهاسبليت سكور، ولكن اخلي بالي الهاسبليت سكور مش بيمنع ان العيان ياخد اورال انتي كواجليشن، ولكن بيساعدني ان انا اكنترول الموديفايبل ريسك فاكتورز عشان اقلل الريسك اوف بليدنج، تمام، وان انا ازود الكلينيكال ريفيوز والفولو اب فيزيتس للعيان. ونخلي بالنا يا جماعه الهاسبليت والشاز باسك سكور هما دايناميك سكورز. يعني ايه دايناميك سكورز؟ يعني ممكن يتغيروا في خلال فتره، فكل 4 ل 6 شهور انا لازم اري اسس الشاز باسك سكور والهاسبليت سكور بتاع العيان. الريت كنترول من الانتجرال بارتس في المانجمنت، ما نستهينش بيه لان في بعض الاوقات ممكن يكون هو التارجت الوحيد للريت كنترول، ولكن طبعا الانديكيشن الريذم كنترول اي نعم هو دايما بيبقى جايدد بالسيمتومز والكواليتي اوف لايف، ولكن بنظريه الاي اف بروجريشن دايما العيان يستحق ان ياخد 1 ترايل اتليست اوف انتي اريثميك دراج او في الريذم كنترول عشان اشوف هل هو هيتحسن بعدها ولا لا. ولازم لو فكرت ادي انتي اريثميك
drug لازم أبالانس البردن بتاع السيمتومز والبوسيبل سايد افكتس من الانتي اريزميك ميديكيشنز. كاتيتر ابليشن طبعا من التريتمنتس المهمه، واللي هيسافر بره هيلاقي ان الكاتيتر ابليشن من الحاجات اللي هم بيدوها او بيعرضوها لاي عيان انترفيبريليشن، هو ويل استابليش تريتمنت في البريفنشن اوف اي اف، بيتفوق على الانتي اريزميك ميديكيشنز. السايد افكتس مش هيبقى فيه سايد افكتس اللي هتتاخد من الميديكيشن، فبالتالي هو سيف وسوبيريور الترناتيف للانتي اريزميك دراجز فور ريذم كنترول. الميجر ريسك فاكتورز طبعا لازم تتصلح ولازم افكر فيها، زي الهايبرتنشن، زي الدايابيتس، زي الدسليبيديميا، زي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، زي الاوبيزيتي. الحاجات دي كلها لازم كنترول عشان اقلل من نسب الريكيرنس بعد الكارديوفيرجن او بعد الابليشن. ما ننساش ان الكاثر ابليشن طبعا بتقلل المورتاليتي والستروك، والبيشنت اللي عندهم اي اف وتاكن يوز كارديومايوباثي مهمه، وممكن تريفرس حتى ال في ديسفانكشن. الويت لوس من الحاجات المهمه هو وبقيه الريسك فاكتورز. الاي اف اللي عندهم انكيوت كورونري سيندروم دلوقتي بقى قاعده ان احنا بنحاول نقلل فتره التربل ثيرابي قد ما نقدر، لدرجه ان احنا ممكن نوقفها في خلال اقل من اسبوع واكتفي بالاورال انتيكواجليشن مع البي 2 اي 12 انهبيتور. وما ننساش البيشنت اللي عندهم اترا هاي ريت ابيسود شود بي مونيتورد فور بروجريشن تو كلينيكال اي اف، واشوف الشات فاسك سكور، لان على حسب البردن بتاع الاترا هاي ريت ابيسود وعلى حسب السكور ممكن احدد ان كنت ادي انتي كواجليشن للعيان دوت ولا لا. وطبعا الرسمه دي من الرسومات الجميله الموجوده في الجايد لاينز اللي بتجمع معظم الكلام اللي قلناه، هي بيسموه هنا سي سي 2 اي بي سي. سي سي جايه فيه كلمه كونفيرم اي اف اللي هو 30 ثانيه، وكاركترايز اي اف اللي هو ال 4 اس اي اف سكيم، ستروك ريسك، سيمتوم سيفيريتي، سيفيريتي اوف بيردن، سبستريت سيفيريتي. وبعدين تي هي جايه من كلمه تريت، تمام، ومنها بنروح للاي بي سي باث واي، انتي كواجليشن، افويد ستروك، بيتر سيمتوم كنترول، كوموربيديتيز، وكارديوفاسكولار ريسك فاكتور مانجمنت. فالدايجرام ده بيجمع لنا كل الكلام اللي قلناه. تعالوا في الاخر نقول احنا النهارده ايه السيتويشنز اللي ناقشناها. اتكلمنا عن الاي اف وهيموداينامك انستابيليتي اللي طبعا كان الفيرست تشويس فيها للكارديو فيرجن. اتكلمنا عن الاي اف مع كوروناري ارت ديزيز، وفهمنا قصه التريبل ثيرابي اللي بدا ان احنا فعلا الترايلز بدات تشورتن قد ما نقدر فتره التريبل ثيرابي، ونعمل ايرلي ديسكونتينيويشن للاسبرين. الاكيوت ستروك والانتركرينال هيموراج رجعنا خطوه لورا، ان بعد ما كنا حاطين زي تايم فريم لامتى ري انتروديوس، بدات تتكلم على فكره ان الموضوع هو ديسيجن مالتي ديسيبليني تيم مش مجرد رقم ثابت. بعض الناس ممكن تعتبر ديت عيب، وممكن بعض الناس تعتبر الموضوع ميزه ان هو مش سوليد رولز لازم تطبق على كل عيان، ولكن في بيرسونالايزد مانجمنت بيتعمل على كل عيان اكوردنج لمالتي ديسيبليني تيم، وده يشجع فكره وجود الام دي تيز في المستشفيات. فكره الاكتيف بليدنج واتكلمنا عنها، واتكلمنا عن الانتيدوتس، اتكلمنا عن الاي اف والهارت فيلير، واتكلمنا عن نظريه الفيشس سايكل اللي ما بينهم. الاي اف مع الفالفولار هارت ديزيز اللي ما اختلفش كتير عن زمان، وما زال فكره الفالفولار اي اف رغم ان التيرمينولوجي بقى خلاص ما بيستخدمش، ولكن نفس نظريه المودريت والسيفير ميتر ستنوز والبروستاتيك فالف في استحقاقهم للفيتامين كي انتاجونست. الكونجنتال هارت ديزيز عرفنا مين الكونجنتال هارت ديزيز اللي لازم يتاخد معاهم انتي كواجليشن من غير ما احط شاس فاسك ولا حاجه. السي كي دي وفهمنا الرول بتاعه في البروجريشن بتاع الاي اف، وفهمنا الرول بتاعه في تحديد جرعات الادويه وامتى ان هو يكون كونترا انديكيتد، ونفس الكلام ينطبق على كورونيك ليفر ديزيز. البريجنسي اتكلمنا عنها، واللي قلنا الاولويه فيهم دايما الريذم كنترول على الريت كنترول، وعرفنا ايه الميديكيشنز اللي ممكن نستخدمهم سيف في البريجنسي من غير خوف، وطبعا ممنوع منعا باتا حتى الان ان هو تستخدمها في البريجنسي. الاثليتس وفهمنا فكره الاثليتس، ان انا بتكلم عن البروفيشنال اثليتس هم الات ريسك، مش فكره ان عن الاي اف ممنوع يلعب رياضه، ولكن ممنوع يلعب رياضات عنيفه او رياضات فيها جهد جامد لان بتزود ريسك اوف اي اف. بوست اوبرتيف اي اف من الحاجات المهمه اللي فهمناها، وفهمنا المانجمنت بتاعها، وفهمنا ان البوست اوبرتيف اي اف زيه زي اي اي اف المفروض يتحط على تشاس باسك سكور، ونشوف هل هو محتاج انتي كواجليشن ولا لا. شكرا جزيلا لكم في نهايه المحاضره ديت، اتمنى اكون استفدتوا من المحاضرتين، واكون قدر الامكان حاولت الخص الاتر فيبريشن جايد لاينز من القرايه للفول تكست. وطبعا اي اسئله عايزين تسالوها ليها علاقه بالاي اف جايد لاينز ممكن اكتبها في الكومنتس ونتناقش فيها مع بعض ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم.